بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم الزينات، إن شاء الله تكونوا لاباس وهانيين يا رب العالمين. اليوم جيتكم على الروتين تاعي تاع نهار اليوم اللي راني مازلت فيه في دارنا، يعني في دار بابا. هاد الأيامات كيما قلت لكم راني ساعة في داري، يعني في ساعة في دار الوالدين. المهم تشوفوا معايا كيفاش عديت نهاري إن شاء الله. الصبيحة كيما هاك كيما راكم تشوفوا هنايا، بديت نطيب الغدا، رحت هنا للجردة، رحت نحيت شوية تاع الدبشة، راني نطيب ونوجد. اليوم كيما قلت لكم كيما شفتوا الروتين اللي فات، كنت نقيت الدجاج وغسلته ونقيته يعني ودرته في الكونجيل. كيما قلت لكم هاكو تشوفوا معايا شكون راح يجيني. المهم بديت هنايا يعني بعد كيما قلت لكم كنت بايت هنايا في دارنا في دار بابا، اي ما حبيتش ما كنت ساعه نروح نقولوا لداري، ساعه نقعد نبات، ساعه البارح كنت بايته. والصباح هذه كما قلت لكم نوضت باش نطيب الغداء، نوجد كما قلت لكم الخويا ومرتو، وكانوا رايحين يجوا من الرحله، ما كانوش هنايا، كانوا مسافرين. دونك رايحين يجوا اليوم ان شاء الله. دونك وجدت لهم الفطور نتاعهم كيما تشوفوا هنايا، درت الشريبه اللي ما نستغناوش عليها، سورتو الواحد كيعود مسافر ماكلت للريستورون ماكلت لبرا ما يعني تكرهي منها، ماذا بيك تاكلي حاجه الدار وحاجه سخونه. الله الله. المهم من هذاك ماكم درت الشريبه، درت انا لي بوم دو تيغ سوتي، ودرت الدجاج ثاني في الفرن اللي شتوه معايا. المهم هاوليك دجاج بالزيتون. فوالا كنت هنا طيبت غدايا، ما شاركتش معكم لي زيتاب. المهم كاع تعرفوا الدجاج محمر والشريبه. فوالا بعد ما طيبت وكملت هنا راني نوجد في الطابله نتاعي. وجدت حطيت الطبيسيات، وجدت ثاني لا سالاد اي لي فروي، وقلت لا دانيير مينوت برك يعودوا جايين، يعني كيجو قلت نحط لهم كلش سخون، يعني هذا الدجاج والشربة كاع نسخن كلش ونحط لهم. المهم هنا عدو قريب يجو. المهم فوالا هنايا بعد ما جاو كيما شتو هنايا مع وليداتهم، خويا ومرت خويا ووليداتهم، بعد ما جاو سخنت لهم كلش وحطيت لهم كيما تشوفوا هنايا في الطابلة، هنايا الدجاج محمر بلي بوم دو تيغ سوتي، وهنا الشليضه تاعنا والشريبه وربي ورحمته. المهم حبيت نقول لكم على القناه تاع اختي وحبيبتي ومرت خويا، عندها قناه وماذا بيا تدخلوا ليها وتشجعوها. ان شاء الله نحط لكم الصوره تشوفوها درك تاع القناه تاعها، ماذا بيا تشجعوها وديو لها اشتراك وتابعوها ان شاء الله. فوالا دوكا نحطها لكم باذن الله، ان شاء الله تعجبكم وتشجعوها ان شاء الله يا رب. المهم بعد هام هنايا كيما شفتوا قاعدين كاع نفطروا، فطرنا برحمه ربي والحمد لله. ومن بعدها ريحنا شويه، ومن بعدها ايا جات اختي ثاني الكبيره، درنا فيها قهوه. فوالا هنا طيبت لهم القهوه ورايحين نشربوا كاع مع بعضنا. زعما قعدنا في الكوزينه، وكانت الكوزينه شويه سخونه، كان ضربتها السمش، على بالكم دوكا السميشه ما تخليك تقعدي في حتى بلاصه. المهم هنا سربين القهوه، من بعدكم قلت لهم هيا نروحوا نقعدوا في الصالون، خير يعني كان بارد يعني خاطيتو السميشه الصالون. ورحنا ولينا قعدنا في الصاله وقعدنا نديسكيتو، على بالكم قال لي قلت لك فاتت واحد العشيه ما شاء الله تهبل. المهم هذيك اللمه وذيك القعده، الدعوه ماهيش في نقولوا حنا في الماكله ولا في الشراب ولا في المهم الانسان يقصر وينح على قلبه والمهم الجمله كيما يقولوا. المهم هنا صالينا كيما قلت لكم في الصالون، وهنا نشرب في القهوه ولي جاتو. فوالا عدينا عشيه ما شاء الله. المهم بعد ما كملت رحت لداري. المهم هنايا كما قلت لكم البنات، بعد ما يعني استقهوينا كل اخر روح لدويرتو، انا قعدت شويه برك وليت جيت لداري كما شفتوا العشيه طيقه كاع. فوالا جيت طيبت عشايا كما تشوفوا هنايا،
كنت راح ندير لهم بعدا بنتي هي ما تحبليش شي حوايج ما تاكلهم ليش. دونك كنت ندت لها هي و سا كوزين ثاني كانت عندي، قلت ندير لهم شويه تاع لي كونيل، راكم عارفين الدراري ما يحبوش ياكلوا نامبورت، نقولوا شويه ما ياكلوناش حوايج، شي حوايج ما ياكلوهم الناس. دونك كنت راح ندير طاجين تاع بطاطا حلوه على بالي ما تاكلوليش، دونك درت لها شويه تاع لي كونيل كما كنت تشوفوني ندوزن فيه هنايا، درت شويه بصل وشويه كركم، شويه فلفل حار، شويه زنجبيل، طماطم مصبره، ودرت لها شويه تاع الماء فوالا، ونخليها تكتك شويه. هنا نزيد لها شويه تاع الماء باسكو ما كانش فيها بزاف، نخلي لاصوص هذيك تكتك شويه. ومن بعدها راح ندير حبيبات تاع الزيتون، وندير ليكونيل تاعي نستفو فوق الاول كلايد. المهم هنايا كما قلت لكم دوزنتو هنايا، ودرت له سنينه تاع الثوم، وخليته يتكتك شويه. ومن بعد درت له حبيبه تاع الزيتون، وستفت فيه هذوك الحبيبه تاع الكونيل، وخليتهم يطيبوا بجهه. فوالا هنا مدام كما قلت لكم طاب لي لي كونيل، درته يطيب بجهه. رحت نقيت هذه لابلاك نتاعي كي جيت من دارنا، لقيت ديك لابلاك كارثه، تعرفوا شنو هنا كارثه يا البنات، كارثه. دونك مزيه كنت درت لي كورس نتاعي قبل نروح لدارنا، شريت هذا لو برودوي شريته من ليدل يا البنات، سي دو لا كريم ريكوري مي سبيسيال نقولو تاع لي بلاك. فوالا شريتها صراحه اول مره نشريها، دونك قلت نجربها، مسحت بها غسلت بها لابلاك نتاعي كامل، نقيتها بيان كوم يلفو. انا كنت عود مطاشيه ولا ما نقدرش نطيب فيها، ما تعود الحاله مسخكم على بالكم. كما قلت لكم لقيتها كارثه هذيك لابلاك، نقيتها قبل بيان كوم يلفو بهذاك لو برودوي، نقيت الفايونس نتاعي ثاني، خليت الدنيا تشعل باش راني قدرت نطيب اليز. البنات انا ما نعرفش نطيب كي تعود الدنيا محرحه ولا لابلاك مسخه ولا ما يعرفش كاع الواحد يطيب، سبحان الله. المهم هنا كان طابلي الكونيل نتاعي، ودرت له شويه تاع فرماج غابي من فوق وطفيت عليه. وانا من هنايا انا راجلي ما ياكلش لي كونيل، ما يحبوش، دونك لازمني كل اخر نطيب له ماكلتو. هنا درت راح ندير له طاجين تاع بطاطا حلوه بالسلق كما شفتو قبل، وريت لكم شويه تاع السلق كنت دايرتها في الماء برك حنا غسلو. درت هنايا شويه تاع البصل قطعتها بتي مغصو، درت كما قلت لكم هذا كركم، شويه كولورون، درت شويه فلفل حار، شويه فلفل كحل، وطماطم مصبره، ودرت عليها شويه تاع الماء فوالا. من بعد ستفت فوق هذيك البطاطا حلوه، درتها اون غونديل مدوره كما شفتو، درتها كاع مدوره. هذه درت حبيبي برك على بالكم بطاطا حلوه تجي كبيره، يعني غير حباتك في تجي ما شاء الله. فوالا درت حبه فيها بس كمش شحن نطيبها غير راجلي. هذه درت فوقها شويه داك تاع السلق كما قلت لكم، غسلته قطعته مرصوات صغار، درته برك من الفوق، قميت عليه هذه درت عليه المغطى ونطاب. ومن بعد درت حبيبه تاع الزيتون كما شفتوا، حبيبه تاع الزيتون، وفي الاخر درت شويه رشه خفيفه تاع فرماج غابي، ما يعني ما يكثرش الواحد بزاف فرماج غابي، يعطي المذاق واللون يعني برك. المهم هذه هي هذا هو طاجين تاعي تاع نهار اليوم، وهذا هو روتيني تاع نهار اليوم ونهار كامل. فوالا ما تنسونيش بلي جيم بارطاج ولا ابوني، نقول لكم مع السلامه حبوباتي.